أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى we'll continue our lesson. We're going to start from page 119 إن شاء الله تعالى. حولين كاملين وبالوالدين إحسانا والوالدات يرضعن بأصحاب الفيل ولو أعجبتكم واذكر في الكتاب ذوي القربى واليتامى والمساكين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأمرت أن أكون من المسلمين. Next page. واذكر عبدنا داود قالوا لا تخف قال لقد ظلمك ذو العرش المجيد المال والبنون زينة الحياة. That's حياتي. The واو is not read as well because there is alif on the top of it. So we will read that one and it will remove the واو. وعلى الوارث مثل ذلك يوم الجمع ولبئس المهاد سيهزم الجمع فقال ما لي لا أرى الهدهد. Next, إن شاء الله. تأمرون يبخلون يتبعون يثقفوكم تجرمون يحذرون يخربون تدرسون يذكرون ترحمون تزعمون تسلمون يشكرون تصبحون تضحكون يطمعون. Now next page, more practice. تظهرون يعبدون تغفلون تفترون تقربون يكتمون يلمزون
يملكون ينحتون يومين يهتدون كيدهم يهديهم أيديهم ترميهم نصليهم. Okay, now inshallah is more of practice as a sentence. Inshallah, try to read it and stop only on the falsila where you see the comma. You see, أطِعْ وَالِدَيْكَ تُفْلِحْ وَذَاكِرْ بِإِخْلَاصٍ تَنْجَحْ وَكُنْ صَادِقًا أَمِينًا تَرْبَحْ فَصِدْقٌ وَأَمَانَةٌ خَيْرٌ مِنْ غَدْرٍ وَخِيَانَةٍ. سبحان الله, a lot of people are missing this. صدق means truthfulness. Amana is trustworthiness. It's better than deceiving and cheating. Next, number two. أمرنا ديننا بطاعة أبوينا وصلة أرحامنا وأن نتسامح مع جيراننا وفعل ما هو خير لنا وترك ما هو ضرر علينا وأداء الحقوق إلى أهلها ونهانا رسولنا عن. This called نقطتين in Arabic فوق بعض. أن نؤذي ولو طيرا أو نحبس ولو كلبا فتتركه دون طعام دون شراب فيموت جوعا ويموت ظمأ اغسل يديك قبل أن تأكل واذكر اسم الله على طعامك ولا تخرج نفسك في شرابك واحمد الله بعد انتهائك واستغفره سبحانه وتعالى قبل نومك. Now it's a shadda. That's what we're going to practice, inshallah. You hold it 2 seconds. Where they have the W on it, like that. رز زز عفوا سس
شش صص ضض طط ظظ عع غ فف قق كك لل مم نن وو هه يي. Okay, now the next inshallah. رب بت حث حج صح ضخ قد شذ كر أز مس هش خص حض خط أظ ثع صف خف شق ذك دك ضل هم هن غم قص رق مر يأست سبحت رتبت وثقت فجرت وحدت أخرت قدرت عذبت بررت نزلت وسعت هشمت رصعت خضرت قطعت عظمت سعرت رغبت وثقت عقدت أكدت كلمت أمنت صنعت سولت جهزت آمنا بالله ثم توليتم. The ميم and نون, when they have shadda, you hold it. سبح لله لم يتسنه يتقدم أو يتأخر وظن أنه. Next page. ونعمه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وغرهم لعلنا نتبع فلما أحس إن أول. Hold the noon when it has شدة. When it has شدة only. فمن حج البيت حتى يتبين فلما كلمه قال كأنهم
إنك وعزني زينا نجينا وصرفنا ولا تسمعن يبصرونهم وليتلطف ركعا سجدا خشعا لجة سلما شرعا حلاف خوان ختار صبار بناء غواص. Now inshallah 130. Inshallah 130. Let's start from next class, next reading session. Inshallah ta'ala. Inshallah you need to repeat, you need to try your best, you need to make sure you say it the right way. Inshallah tabaraka wa ta'ala. Jazakumullahu khayra wa barakallahu fikum wa jazakumullahu kulla khayrin. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and bless all of us and bless all.